مع ارتفاع أشعة الشمس الحارقة، امتدت طوابير السيارات أمتار وأمتار أمام المفترقات الدائرية لتنتظر أولوية السير. هي مشكلة جل المدن الكبرى تقريبا، إنها معضلة أزمة المرور في صفاقس، ثاني أكبر عاصمة في تونس. بين أشخاص متذمرين وآخرين صابرين، كان موقف أهالي صفاقس من هذه الظاهرة. بالنسبة لصفاقس الموفمون كثرت برشا والكراهب كثرت برشا. سيركيلاسيون مش نورمال ياسر، برجولية سيركيلاسيون شيء كبير. برشا متقلقين. معنى متقلقين ما ولا برشا موفمون. سيركيلاسيون سافا با، مجيد أبو ليلة هذا حرم علينا. احنا كتاكسيستية ماش نخدموا بكل. احنا مجيد أبو ليلة ماش ندخلوا له. من الزحمة بتاع الكراهب. سيرتو بعد الثورة ما فماش برشا نظام، ما فماش شكون يعطي الأولوية، ما فماش شكون. كثير روج يجي يحرق كثير روج. حكم نعيش لبرا ونشوف مستغرب صراحه والله. السيركيلاسيون عصب عصب والله العظيم، تو واحد جي يقضي قضيه نتاع درج يضيع ساعه في ثنيه. ما احنا نقاسيو في السيركيلاسيون، تعبين تعبين. شوفوا لنا حل سبحان الله. والله ما نعرف، يلزم يعملوا حل. شوفوا لنا حلول، يلزم تشوفوا لنا حل. صيحه فزعا اطلقها العديد من المتساكنين بحثا عن حل، فلم تعد هذه الظاهره مقتصره على فترات العيد والمواسم مثل شهر رمضان واوقات الذروه، بل امتدت لتكون كامل اليوم. على اختلاف ردود الأفعال اختلفت الحلول المقترحة لمعالجة هذه الأزمة التي كانت الشغل الشاغل لسائق السيارات العادية وسيارات الأجرة كذلك أعوان الأمن. ما فيها حتى حل، حتى كل شيء مبني على الغلط من قبل. فيها حتى حل، هذه كياسات تاع 2014 2015 هذه حتى 1980 ما تجيش. والله الحل حسب رأيي، الحل ممكن نقسمه شويه في لي زور دو بوانت. عندنا ناس كل تخرج نص النهار، ناس كل تدخل لساعتين، لي زور دو بوانت يوليو ديكالي شويه على بعضهم. تصور هذا هو الحل. والله حل قناطر ولا يعملوا حاجات، مثلا طريق في غودي يهز ويرجع، طريق يهز طريق ما يرجعش. ماذا بينا برشا قناطر يعملوا لنا في صفاقس، ما عندناش قناطر يا بنتي. صفاقس ديما مسكينه، والله مسكينه صفاقس. والله ما نعرفش، هناك العام سمعت قالوا ما نعرفش شنو مش يعملوا مترو ولا درا شنو، ما نعرفش. ان شاء الله ماذا بين يعملوا لنا حاجه هكا، ما نعرفش مش مترو مي حاجه اللي هي باش تنقص علينا. لازم نشوفوا قناطر يشوفوا حكايه، فهمت، يتصرفوا خاطر هكايا تعبات البلاد. سيركيلاسيون قناطر يعملوا لنا قناطر هكا برشا سيركيلاسيون، عباد منا عباد من فوق عباد من لوطه عباد تراكي في وسط الكياس في وسط الطريق، معناتها ما يصيرش نورمالمون. شوفوا لنا حل الحكايه، خاصه العباد اللي تراكي على الكياس، عرفت؟ شوف الحل، الناس لازم كل واحد يعطي الأولوية لصاحبه يوسع باله، ولكن الحل الوحيد برسك يوميا الموفمون ما فما حتى حل. أنا ما نعرف فما حتى حل، لا تنفع فيها قناطر لا حتشين حتشين. إن شاء الله المواطن يتفهمنا ويتفهم الحركة ويتفهم الموفمون ونعاونوا بعضنا، وربي يعطينا القوة وربي يعاوننا، وكاو هذا واجبنا وربي معنا. هكا شنو نقولوا؟ ربي معنا. ان شاء الله دوب بشوية بشوية ممكن يزيدوا يلقاو حل، كما القنطرة اللي عملوها في طريق تونس. لازم شوية صبر شوية صبر ان شاء الله. مع تفاقم ازمات المرور والزحام الشديد، بانت الحاجة ملحة لايجاد الحلول ناجعة وفعالة لمواجهة هذه المشكلة. هنا يجب التنويه بالدور الكبير الذي يلعبه اعوان الامن ووعي المواطنين في احترام الاولويات في تسيير حركة المرور.